يقول السائل، سائل من خارج هذه البلاد، يقول: أحد الدعاة في بلدنا بعد أن من الله عليه بالدراسة في هذا البلد المبارك رجع إلينا وانتكس وأصبح يقول بقول الحلولية، ومن ذلك أنه يقول في نصيحة له: الذي يتكلم أمامكم لست أنا، إنما هو الله، ويقول بأن الحلاج ولي من أولياء الله. سؤاله: هل يخرج هذا الداعية من دائرة الإسلام؟ بلا شك، إذا بلغ هذا الحد ويقول اللي يكلمكم هو الله، ما هو بنا على المذهب الحلاج اللي يقول ما في الجبة إلا الله، هذا مذهب الحلاج، هذا وحدة الوجود، اللي يقول الله هو الرب والرب هو العبد. نعم.